ولنقاش ملف تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق وتعامل الجهات الصحية معها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب إبراهيم سليمان. أهلا بكم دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور دكتور إبراهيم. في الوقت الذي تؤكد فيه مفوضية حقوق الإنسان بأن نسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق هي الأعلى عالميا، الحكومة في العراق تؤكد بأن الوضع تحت السيطرة، ما مدى سيطرة الحكومة فعليا على الوضع؟ جميل، صحيح، لأن احنا ما عندنا وزارة الصحة حتى تعلن تقول احنا تحت السيطرة. احنا إلى الآن كردستان تعلن رسمي تقول 17 حالة، والعراق 71 حال، والآن جتني الخبر من النجف وكربلاء، إصابة في كربلاء وإصابة في النجف. يعني هذا الرسمي 73، الوفيات 8. احنا الرسمي عندنا كل 100 2%. المفروض المصابين 800 أو 900 حتى تصير 800. فإذا الأرقام غير دقيقة اللي صادرة من وزارة الصحة. كيف يمكن تقييم الإجراءات المتخذة من الجهات الصحية في العراق للحد من انتشار الفيروس وكذلك معالجة المصابين به؟ الإجراءات الوقائية كلش سهلة، بس احنا بلد يعني الكمامات ما عند المستشفيات، روح للمستشفيات كمامات ما عند. بدلات مع حماية المنتسبين ما عنده. هذا انت كيف الاجراءات؟ شنو هي الاجراءات؟ هل الان الاجراءات اللي اصبحت اغلقوا المطاعم؟ نعم، اغلقوا المولات؟ نعم، اغلقوا المحلات؟ نعم، بس اكو نقطة كلش مهمة، الحدود لا زالت مفتوحة مع الدولة اللي بها الوباء. نعم. واحنا الان عندنا معلومات الدولة تتستر. 8 من اعضاء البرلمانيين مصابين. نعم، 4 منهم في فندق بابل و4 منهم في فنادق نجف. بس ما يعلنون اسمائهم، يابا يعلنون اسمائهم حتى ما حد يسلم عليهم، ما يشوفهم. يعني بكت الله يعين، خلصنا من عندهم، بكت هيجي نروح الفواتح اذا ماتوا. مع إعلان المدينة الطبية في كربلاء عن إصابة 10 من كوادرها بالفيروس بعد وفاة مصاب هناك، إذا كان التأمين والاحتياطات الطبية اللازمة من الفيروس لم تحصن الكوادر الطبية نفسها من الفيروس، ماذا عن المرضى المتواجدين في المستشفيات وكذلك المواطنين المعرضين للإصابة؟ ستي العزيزة، أول شيء مستشفيات للعزل ما عندنا. العراق كله إلى الآن مستشفى ابن الخطيب اللي هي مستشفى السويس، وسووا بالكرخ مستشفى الفرات اللي هو مركز صحي، سووا مستشفى عزل. مستشفيات العزل اللي راد لها مستشفيات فاتحة عدد سرة. يعني الآن إحنا أمام كارثة، إيران تهدد بحدود أكثر من 30,000 عراق موجود في إيران، يريدون يرسلوهم إلنا. إحنا ما عندنا إمكانية لمستشفى عزل لهؤلاء. نعم. أوتوماتيكية الكادر الصحي والطبي صعب. نعم. ما مدى فعالية إجراءات الجهات الصحية للحد من انتشار الفيروس في ظل المنافذ الحدودية المفتوحة مع إيران وهي البؤرة الأكبر في المنطقة من حيث احتضان فيروس كورونا؟ هو هذه اكو قسم بوزارة الصحة يشكون من هذا الشيء ويطلبون بس ما حد ينفذ. شكرا جزيلا لكم طبيب إبراهيم سليمان، كنتم معنا عبر الهاتف من بغداد.